الشيخ القارئ هاني الرفاعي ولد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 1974. أجازه الشيخ المصري الجليل محمد بن عبد الرحيم عشيشي على رواية حفص عن عاصم. تخرج من كلية الأداب قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، وتتلمذ فيها على يد مشايخ عظام منهم الشيخ الدكتور خلدون الأحدب والشيخ الدكتور علي جابر. عين الشيخ هاني الرفاعي قارئا خاصا للديوان الملكي من قبل وزارة الإعلام السعودية، ثم القارئ الخاص للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. كما عمل معلما للدراسات الإسلامية في القسم الثانوي بالمدارس الحكومية في عدة مدن في السعودية، وهو حاليا مدير إدارة الشؤون الشرعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، وإمام وخطيب جامع العناني بالمدينة ذاتها. للشيخ الرفاعي حضور مكثف في مجال الإعلام، شارك بتلاواته وبرامج دينية وإرشادية في عدد من وسائل الإعلام. سجل الشيخ المصحف المرتل كاملا برواية حفص عن عاصم مرتين على التوالي تلاوة صوتية، إضافة إلى العديد من الإصدارات القرآنية، كما صدرت له عدة مؤلفات منها كتاب شفاء العليل من القرآن الكريم ومحكم التنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا،
إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.